السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين شاهدنا، وين عزيزان، وين يقصف كرة القدم الجزائرية، وين أصبحت بريكول كبير. ما عندنا لا بطولة لا رابطة لا اتحادية، وهذه حقيقة. يعني بريكول كبير اللي رانا نعيشو فيه، يعني بريكول في كرة القدم. ما عينا ندقو ناقوس الخطر، قلنا بالك يسمعونا، بالك منا، بالك منا. بصح للأسف يعني ورانا نشوفو بها ناس، يعني خاصة يعني وين نقولو يا هما يدعاو بأنهم جزائريين. هادو كاين ناس في الفيسبوك، كاين منا كاين منا، لكنهم يمشوا مع أعداء الجزائر. يعني هما جزائريين فانيكا، يعني وين دايرينهم دمية، يعني يحركوا كيما يبغوا. يعني بعض الناس اللي امنوا كوافير قال لهم الماتش تعاود، امنوا مشاكره. اين هو مشاكره؟ اين هو مشاكره؟ اين هذاك كيسموه مراد مازار اللي يقول لهم باللي انا تاع فساد الرياضي ومنا ونحاسب اي واحد منا؟ ماذا بك؟ يعني وين راك فانيك؟ وين راك؟ توحشناكم. وين راكم نتوما؟ وين راكم؟ وين راكم شاكرا اللي كنت تقول الشعب سوف اكشف الاتحاديه؟ وين راهي؟ ستكشف يا قولوا لنا. ما فيكمش خوف ربي نتوما؟ نتوما لكم تهضروا في الفيسبوك وفي اليوتيوب، يعني وتهضروا وتكذبوا فينا. كي نقول لكم يا ودي ما يكونش عندك اداره على يقين، اداره ما عندكش منتخب وطني، رغم ان ساعدنا بزاف يدلقاك. او رانا جايبين يا ولدي، تجيب راني نقولها لك، تجيب البرازيل وتخلطها مع الارجنتين، والله ما تشوفوا الربح. هاي نقولها لكم، والله ما تشوفوا الربح. يا ما كاش من هذه، شوفوا انتوما انديه ليكم، يعني كل واحد عايش في فيلاج ولا في ولايه ولا تاكا مناصر. كي تروح تدخل للستاد دي زونترينمون بريباراسيون، شوف الناس واقفة، بريزيدون واقف، شاف دايرة واقف، لا والي واقف، منو الناس متحمسة لذاك الموسم. تحس بلي كاينة حاجة، عندك إدارة واقفة عندك. بصح كي تروح تدخل الستاد إدارة مكاش خمسة ولا ستة يترينو، لونترينير قاعد شاعل قارو يشوف السما لتحت، خمم لا يزيد ما يزيدش، لا تمشي لك شي. يعني اللي بدا نقولوها لكم، والله ما تكونش عندك إدارة ويكون التسيير افضل من التدريب. هذه كنت نقولها لكم 2019، كنتوا تضحكوا علينا، تعقلوا عليا كنتوا تضحكوا عليا 2018 2019، كنت نقولها لكم، كنتوا تضحكوا عليا وضحكتوا عليا. وكاين الناس اللي يدير لك تا غير سكت ما راك عارف والو. اودي حنا سكتنا وانتوما اللي عارفين، خاطش هادو اللي قاعدين يمشوا فيكم عبا كيشوفوا فيكم كي البغال الرا الشاشة وي كيما كيمشيو فيكم. دارو لكم كوافير قال لكم الماتش يتعاود، امنتوه كاع روحتو معاه. خلينا من هذوك اللي داو الدراهم، هذوك قالوا يكذبوا صباح وعشيه في رمضان. على كنا نقولوا لهم كلوا زلابيه مع الصباح، كلوا زلابيه، ما راكم قاطعين زمان. في بنادم كي يكذب تخرج تكذب ديريكت في رمضان، هاك عشتي لا ولا تساند واحد، يعني حلف على الكتاب تاع 60 كاذب، حلف بالكذب. وخرجتو نتوما كلي شغل درتولو عطيتوه يعني كوتمان، يعني الناس خرجت ولاو يامنوا لي. ما احترمتوش ما من الناس اللي كانوا يتبعوكم تاع عمو مساكين، وما احترمتوهمش. اليوم جايين يعني يقلب لك في البيستا، يعني تسيبو يهضر لك على بالشيخ. ولا تربى غادي بالشيخ تاعك، جيب انت شتا عندك، ما تقارعش انت الواحد يهضر باش ترد عليه. هذه سهله، هذه هاي قاعد كيما كنشوف ما يدير فيديو، سهله هذه، هذه هي التاليه. ما يدير فيديو قاعد قارع كيما الشيخ يهضر، عاود رد عليه، سهله هذه. دير له مقاطع طاك طاك طاك، بوحنيك اهضر عاود رد عليه، جناد اهضر عاود رد عليه، فما غادي سهله. اعطي رايك ضغط باللي يا ودي انت تبغي لي، انتوما تبغوا لي كيما ناسيونال، انتوما تاع اليوتيوب توهو يا خويا. انا نقول لكم من هذا المنبر وقلت لكم لازم اقول، والله العظيم وما يكونش تغيير شامل. سيبوا الا تبغوا، انتوما الا تبغوا اشخاص ولا تبغوا المنتخب. انا راني نهضر كمحب
للمنتخب تاع بلادي الجزائر. نهضر كمحب لبلادي والله العظيم ما غادي تشوفوا الضوء كاع ضوء طافي يخرج لك واحد ولا وراه هذا عزيزان شو كيتكلم حتى اسمع اسمع صراحه بريكول صراحه بريكول من كل نواحي ما عندناش ان باس سوليد ما عندناش رابطه صحيحه ما عندناش فيدراسيون صحيحه ما عندناش رؤساء اللي يمدوا كما نقولوا حنا يعطوا كما نقولوا حافز خاصه الناس اللي راهي جايه من بعد حاجه ما راهي تتبنى لو كان كاينه حاجه راهي تتبنى نهضر عليها ما كان حتى حاجه اللي راهي تبشر بالخير لافون باسكو ريسامون برك تشوف لي دو ماتش الاخرين هادو يعبروا لك على تبهديله حتى باش يعطوك امل ما يعطوكش امل واللي يحكي ما يحكيش الو حنا سي بور سا كو اكتيالمون مالك تاكم على دو ماتش ولا هادوك يعني مكانش مكانش والله ما كان هكا قول لكم يتكسروا علينا ولا حاجة باينة نشوفوا فيها هاكا قدامك تشوف فيها نتايا يتكسر علينا قول أنا بالطريق صحيح فاها كلمة قلتها لعنتر يحيى خطي قلت له ناس خد قلت له تعرف خط موريس اللي خلاته فرنسا قال لي هو قلت له مورا في الاستقلال كاين اللي يدو انقطعت كاين اللي نعما كاين اللي مات كاين اللي كرعيه وكلش لو هادو خلاو البانب كيما مكاش موراك ما تغاديش تربح ما خلاو والو على بالكش كانوا دايرين فيري صاروا يروحوا كوب دي مون موراها ارض محروقه وانتم ما تعرفوا شكون اللي وصل الاتحاديه لهذه وهذه اكبر خيانه اكبر خيانه وطنيه اندارت يعني من 2019 لليوم شكون اللي استغل ظروف الوقت وقاعد يحطم بالطريقه يعني تاع مشروع تاع صاحبه وفي الاخير خرج لكم لازم تحضروا كلام يليق بزاتشي هدر انت على زاتشي هدر عليها تا روح مسح له ضراري جاه ما تجيش عندي انا تربح عليا تا ما كيما شاهدنا بن عمري خرج يدافع على مشرف تاعو قالو من لا ديرو تربح غاديك روح خويا روح عرفوا كيفاش كانت بيناتكم كانت بيناتكم احسن على السمن خويا روح راقد تجي تلعب تيتي حقك تاع عبدو صباح وحشيه تاع مصرات هذي انتوما كاع تعرفوا شكون يوصل الاتحاديه حتى البطوله الجزائريه كان يقول لك انتوما يدخل هذا واه شكون يوصل الاتحاديه هذي شكون اللي حط انتوما شكون اللي وقف للرجاله وزادوا حطوا هذا الزبيزب شكون اللي حط الزبيزب شكون اللي حطه شكون اللي حطه انتوما قولوا لنا شكون اللي حط الزبيزب غير قولوا لنا انتوما خبرونا شكون اللي حط الزبيزب شكون اللي خوى الخزينه تاع الاتحاديه الجزائريه شكون على الناس مهابيل ما يعرفوش الناس قوه الناس اللي عارفه ساكته مخلية السفهاء يتكلموا وهذا السفهاء يعني دائما ينقلبوا يعاودوا يولوا غادي نهار ينقلبوا غادي تغادي الريسان تاعكم يدوروا تعملوا كيفاش يدوروا يعني يشيتوا يكسبوا اصوات تاع الناس اللي يبغوا هذا المشرف ومن بعد يعاودوا يولوا يدوروا على هذا المشرف يكسبوا اصوات تاع اللي باغي المشرف يروح يخدموا لكم كيما هكا هذو كيما هكا يخدموا لكم كاش حاجة جديدة ولا كاش الحاجة اللي نتكلموا عليها كنا نحوسوا على المنتخب الوطني الجزائري هذا حاجة نبغي ليكيب ناسيونال نهضر على ليكيب ناسيونال حوس على المنتخب الوطني الجزائري ما يهمني حتى واحد خاطر كاع الناس تدي الدرام وتروح مكاش اللي يخدم باطل مكاش اللي يخدم باطل مكاش الناس كاع بالدراهم هذه ومن بعد يجي يقول لك اللعابه يجوا باطل يجوا باطل حتى يشوفوا المدرب يدي 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 مليون في الشهر ايا فما كيقولوا يجوا باطل ما كيقولوا يجوا باطل كاش مشكل يقولوا يجوا باطل اللعابه المدرب يا بدي
طيحه هذه الخطره، الطيحه تاع ليكيب ناسيونال الخطره، غير ربي اللي راه داري بها تالي كاع خويا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا باش ديما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحة طولكم.